كشفت صحيفة فرانس سبورت بول الفرنسية أن المدافع مارك فينالوس هو مغربي الأصل، ينحدر من مدينة ويروزازان، وقد انطلت حيلته على الجميع حينما تحاول من أجل أن يأخذ الجنسية البرازيلية ليتمكن من الرحلة لمنتخب السيليسا. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الأقنعة سقطت بعد أن أكد جوليان كازاري لبرنامج كانال فوتبول الأحد الماضي أن مدافع فريق باريسان جيرمان الفرنسي مارك فينالوس بذل كل ما في وسعه منذ صغره ليتمكن من حمل قميص المنتخب البرازيلي. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاسم الحقيقي لماركينيوس هو مانفيرا دالاس، وينحدر من قرية نائية قريبة من مدينة ويروزازان، وهو في المغرب رشيد دالاس وقريب الكور إغراف كمال بوعدي. وغادر ماركينيوس المغرب وعمره لا يتجاوز 7 سنوات صوب البرازيل في محاولة لتحقيق حلمه باللعب للمنتخب البرازيلي لكرة القدم. الحمد لله frère, ça va la baisse, tranquille, ça va. Bon, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que tu vas faire la CAN avec le Maroc cette année? Ah, tu es mytho, t'es pas brésilien toi. J'ai des familles là-bas au Maroc, mais non, je suis... Ah, d'accord. Ah bah oui, non, putain, tu me rassures. J'ai flippé. Non, j'ai rigolé. En tout cas, hey, t'as un petit mot à dire à toute la communauté marocaine de Paris. Abdoulilah, frère, Roya, il est là. Allez, il représente. Salam alaikum. Salam alaikum, représente. Allez, Sidi. Allez, Roya, frère.